حضور الكريم، ألف أهلا بكم جميعا ومرحبا في هذا اليوم المتفرد المتميز. نود أن نرحب بكم جميعا في منتدى عز الدين بشير الثقافي عليه الرحمة والرضوان والغفران. أهلا بكم، مرحبا. ونود أن نستهل هذه البداية بعد البسملة بالترحم على روح الفقيد عز الدين بشير شقيقي الذي أسمينا عليه المنتدى. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبله، ونسألكم أن تذكروه في دعواتكم وصلواتكم. كان المرحوم عز الدين عليه الرحمة في الولايات المتحدة الأمريكية كان مهتما بالتنوير والتثقيف، فبعد رحيله المر وفقدناه في معركة السرطان قبل 8 سنين، قلنا إنه يكون بدل الفكرة بتاعت الحزن والذكرى بالدموع تحويل طاقة الحزن لفعل إيجابي، وكان هذا العمل الإيجابي هو هذا المنتدى الذي أتت منا فكرته وصدافته وقامت فكرة تنفيذه، وكل المواد التي قدمها المنتدى قامت على أكتاف الأصدقاء والأعزاء المقيمين في دوحة الخير. هنالك عدد كبير جدا 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 حتى ينقطع النفس من المتابعين لهذا المنتدى في صفحتنا في الفيسبوك، وبنحييهم من هنا وبنرحب بكل الذين أتوا، ونرجو أن تكون محاضرة الدكتور صديق لهذا اليوم بداية أكبر من كل السنوات الماضية، برغم أننا قدمنا أكثر من 100 محاضرة كلها كانت على قدر كبير من الأهمية. ونترك لصديقنا الأستاذ الإعلامي عبد الله محمد الحسن تقديم الدكتور صديق والتعريف بهذه المحاضرة. أرجو أن ترحبوا ترحيبا كبيرا بضيوف المنتدى لهذا اليوم. أيها الأخيار والأعزاء والأوفياء والأجلاء، أسلم عليكم جميعا وأجيئكم في المساء المخضل بالرعشات محمولا على جنح الوسامة. هذا زمانك أن تظل حبيس من تهوى، وبينكما علامة أن تنبضا وجدا وتحراقا ومسغبة تمد جذورها عمقا إلى يوم القيامة. ترى من منكم لي بمهارة في تكوير عجائن اللغة تدوزن قريحة البائس بأوتار من عندها فتفيني رهق الحديث، فالنحو لا ولدي ولا بنتي ولا أنس بويه، والشعر لا ديني ولا وطني ولا رزقي عليه، ولكنها عافية وجد أن نكون في حضرة مجموعة من العلماء الذين يزينون هذه الليلة، غير الضيف الأول الذي سيتحدث، مجموعة من العلماء الذين تستضيفهم الدوحة في جامعاتها في مجالات مختلفة. أرحب بهم جميعا وسنريدهم فردا فردا خلال هذه الليلة. وأعترف لكم أني أرقت من طول هم بات يعروني، كيف لا وأنا أجد نفسي هكذا كتفا بكتف وجنبا إلى جنب إلى أستاذنا الدكتور الصديق عمر الصديق. فإن قيل من بذور العلاء حقيق، هتف الزمان وأهله الصديق، كما قال صديقنا الدكتور الشاعر أسامة جسر. إن قيل من بذور العلاء حقيق، هتف الزمان وأهله الصديق، هذا الذي إذا ما تكلم خلته متكلما بجميع عدة ألسن الخطباء، فكأن آدم كان علمه الذي قد كان علمه من الأسماء. محاضرتنا أو ندوتنا حول الشعر الفصيح في الأغنية السودانية، حيث سيتناول فيها أستاذنا الدكتور الصديق عمر الصديق مجموعة محاور العلاقة بين الغناء والشعر، ما هي مسوغات وممهدات الغناء بالفصحى في السودان،
هل هنالك صلة بين أغنية الحقيبة والأغنية الفصيحة؟ ماذا عن الغناء الذي هو بين الفصيح والعامية؟ ما هي أقدم التجارب في غناء الفصحى في السودان وكيف كانت مسيرته؟ وهل توقفت أم ما تزال مستمرة؟ هل لامس الغناء السوداني الفصيح القضايا التي اهتم بها الشعر الذي كتب بالعامية؟ باختصار، ما الذي أفاده الغناء من تجربة الفصحى، وماذا يمكن أن يؤخذ على تجربة الغناء بالفصحى في السودان؟ دكتور صديق عمر الصديق، لعلي أقرأ لسان حال الحاضرين جميعا. يا حبيبي، ظمئت روحي وحنت للتلاقي، وهفى قلبي إلى الماضي ونادان اشتياقي، أنا ظمآن ألاقي من حنيني ما ألاقي، فاسقني واملأ من النور ليالي البواقي. بل لعلهم جميعا يقولون لك: والله ما ندري إذا ما فاتنا طلب إليك من الذي نتطلب، فلقد ضربنا في البلاد ولم نجد أحدا سواك إلى الفصاحة ينسب، فاصبر لعاداتك التي عودتنا أو لا، فارشدنا إلى من نذهب. لك أن تقول وللدنا أن تسمع، وللخافقين عليك أن يقفا معا، فلك البلاغة ميدان نشأت به، وكلنا بقصور عنك نعترف، مهد لي العذر في نظم بعثت به، من يملك الدر لا تهدى له الصدف. أبدأ بتحيتكم أيها الأحباب، وأقول لكم: ما أنا إلا باحث صغير يحاول أن يصنع شيئا حينما يسهر مع الكتب مؤرقا في مسألة أو في قضية من القضايا. أما الكلام الذي ذكره أخي وصديقي الأستاذ عبد الله فلا تعتدوا به كثيرا، فإنه من باب المحبة ومن باب ما مبالغات المذيعين خاصة عندنا في السودان. نعم، القضية، ولا أنسى أن أحيي هذا المنتدى العظيم، المنتدى الراقي الذي سمعت به كثيرا ولم أتمكن من الحضور إلا في هذا اليوم متحدثا. والحق أن الدوحة تغري بالكثير الذي يمكن أن يصنع في ظلها، وأشكر أخي الأستاذ الطيب على دعوته وأنه ظن بي خيرا كثيرا، وأرجو ألا أكون مخيبا للآمال في حديثي هذا. أيها الأحباب، نحن نعرف أن الغناء في السودان رافد أساسي من روافد المعرفة، وأن من يريد أن يدرس المجتمع السوداني وأن يدرس خصائصه لابد من درس الفنون الأصيلة، والغناء باب كبير في هذا الباب. لكني قبل ذلك أحاول أن أجيب عن السؤال الأول في المحور الأول: ما هي صلة الغناء بالشعر؟ يقول حسان رضي الله عنه: تغنى بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار. وأنتم تعلمون أن حسانا عاش 60 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. وكنت أقول لأهلنا الذين يقولون إنهم من الخزرج: أسأل الله أن يعطيكم عمر جدكم حسان. فدربته وعيشه في المدينة المنورة التي كان الغناء أكثر شيء فيها هي التي جعلته يقول هذا، لأن الروايات المتواترة تذهب إلى أن
الشعر ما كان ينشد بالطريقة التي نسميها الإلقاء الآن ونؤديها أمام الناس، وإنما كان يؤدى بشيء أقرب إلى الإنشاد، ثم تأتي المغنيات القيان من بعد فيغنينا. والدلائل على ذلك كثيرة، منها أمر وعندنا شك كبير فيه، هو أمر ما روي في مسألة الإقواء، الإقواء في الشعر، وهو تغير حركة الروي في البيت. مثلا أشهر الإقواء هو ما ورد في قصيدة النابغة الذبياني المشهورة، حينما قال: زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك نبأنا الغداف الأسود. فجاء بالقافية مرفوعة والقافية كلها مكسورة، فخالف حركة الروي. قالوا إنه لما دخل المدينة جيء بجاريتين فغنتاه هذه القصيدة الدالية، فعرف من غناء هاتين الجاريتين أنه يقوي، فأصلح ذلك فأصبح زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود. فالغناء ملازم لهذا كله، وأنتم تعرفون أن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهو من أكبر الموسوعات الأدبية في التراجم والسير والأخبار والأشعار، إنما هو كتاب غناء في الأصل، لأن صاحبه حينما وضعه إنما وضعه لأجل الأصوات المختارة للغناء، فيقول: هذا من خفيف الثقيل وغناه معبد وكذا، وهذا من كذا وغناه طويس، وهكذا. الأمر موصول بالغناء، الشعر لا ينفصل عن الغناء. وإلى عهد قريب جدا حدثنا أستاذنا العلامة البروفيسور عبد الله الطيب، قال إن علي الجارم لما زار السودان زيارته المشهورة في الثلاثينيات، فحينما كان ينشد شعره كان يضع كلتا يديه على أذنيه كما يفعل المؤذن، وهذا يفعله من أراد أن يصدح بصوته، لا من أراد أن يلقي الشعر إلقاء كما نفعل نحن الآن. هذه الطريقة التي نقرأ بها الشعر الآن إنما هي طريقة إذاعية جاء بها أهل الدراما والإذاعة، والطريقة القديمة هي طريقة الإنشاد والسطح، والسطح. فالشعر موصول بالغناء لا ينفك عنه أبدا. أما المسوغ في مسألة الغناء بالفصحى في السودان، فالمسوغات كثيرة، أولها العامية السودانية. نحن نعلم أن صلة العامية السودانية باللغة العربية الفصيحة، وهي صلة قوية، ليس هذا من باب الادعاء ولكن من باب الدرس المنظم الذي أنشئ في هذا الباب، وهناك دراسات كثيرة تشير إلى هذا المعنى وروايات، منها ما هو طريف يناسب هذا المقام. قالوا إن الشيخ علي الطنطاوي كان في مجلسه في المملكة العربية السعودية في مكة، وسأله بعضهم، قال له: ما هي أقرب العاميات إلى اللغة العربية الفصيحة؟ فقال الشيخ علي الطنطاوي: للأسف السودان. فحينما غضب بعض السودانيين ذكر العلامة عبد الله الطيب أن الشيخ علي الطنطاوي ما أراد الزراية بأهل السودان، لكن الذي سأله كان من نجد، وكان يتوقع أن تكون الإجابة أن يقول له نجد أو الحجاز أو ما إلى ذلك، فقال له: للأسف السودان. والدليل على ذلك أننا نستعمل من الصيغ
ومن الألفاظ التي نتفرد بها وهي غاية في الفصاحة، أولها كلمة زول، هذه التي نستخدمها ومعناها الرجل الشجاع الظريف. ولذلك كما قال أحدهم إن كلمة جنتلمان التي تستخدم في اللغة الإنجليزية تعادل كلمة زول، تعادل كلمة زول تماما. وهذا ورد كثيرا وذكر في زمان سابق، أول من أشار إلى هذه المسألة من الباحثين اللغويين السودانيين الشيخ عبد الله عبد الرحمن الضرير في كتابه العربية في السودان. ففي هذا الكتاب جاء بالشاهد العربي في البيت العربي المشهور: ومهمه داوية مثكالي قطعتها بفتية أزوالي. وأزوال هي جمع زول، والمفرد والمؤنث منها زولة، وهكذا. وأذكر أنني في محاضرة كنت قدمتها في المجمع الثقافي في أبي ظبي أنني ذكرت أن السودان تفرد بهذه الكلمة، فاستدرك علي الشاعر السوري علي كنعان، قال لي: في الشام، في بادية الشام تستخدم للذي يزور بالليل، للذي يزور بالليل يسمونه زول. نعم، قلت: هذا ربما كان من باب ما كانت العرب تستعمله من باب عكس الشيء، لأنهم يقولون للذيغ الذي يلدغ السليم، ويقولون للصحراء المفازة، والصحراء لا فوز فيها وإنما هي مجهلة وضياع. ومن هذا الباب أن الذي يزور بالليل يكون ثقيلا، يزور في الأسحار أو في الليل، فيسمونه زولا. فهذا ربما يكون من هذا، أو لأن زول أيضا مشتق منها معنى المزاولة التي نستخدمها نحن في السودان، الشبح الذي يتراءى إليك، وهذا حينما يأتي الرجل بالليل. هذا مثال يسير على عمق العامية السودانية من ناحية الألفاظ. ومن ناحية التراكيب هذا الأمر كثير، وهذا لا يعني أن العربية هي التي أثرت الأثر الوحيد في العامية السودانية. هناك أثر من النوبية على مستوى الألفاظ وعلى مستوى التراكيب، وهناك أثر من اللغة التبداوية التي يتكلم بها أهلنا في شرق السودان في عامية السودان، ولكن الغالب على هذه العامية التي انتخبت انتخابا في وسط السودان، الغالب أنها تمت إلى العربية بأصل كبير. وأنتم تعرفون أن النظريات التي تتحدث عن اللهجات العربية أو عن العاميات يذهب بعضها إلى أن ما العاميات إلا تحوير في اللغة الفصيحة الأصيلة. من هذا الباب أقول السبب الأول هو قرب العامية السودانية من اللغة العربية، هذا يجعل الغناء باللغة العربية غير مستغرب، وأنه يمكن أن تستسيغه الأذن. وضرب بعض السودانيين على هذا الوتر، أنتم تعرفون أن حمزة الملك طنبل كان أول الداعين من النقاد السودانيين إلى استعمال العامية، الكلمات العامية، إيراد الكلمات العامية في سياق الشعر الفصيح، وأنه حاول هذه المحاولة التي ما نضجت إلا عند المجذوب وصلاح أحمد إبراهيم من بعد. والشاعر الكبير خليل عجب الدور الهواري الذي كان يتحدث عن بيئة الزراعة في القضارف، بيئة الزراعة المطرية، كان يأتي بنحو هذا الشعر الذي توقف عنده بعض النقاد كمحمد محمد علي حينما قال: قد قمت مبتدرا للزرع في نفر من المساليت هم نصف الثلاثين من كل من اسمه عيسى بن أبكر ولد إساغة أو موسى بن هارون ولقمة من دقيق الدخن دافئة ألذ في البطن من قراصة الفين صنعتها بيدي في الصاج لينة كأنما صنعت في دوكة الطين
ملاحها ويكة لا يوجة وبها ملح أجاج وفيها فص عطروني. والأمر موجود أيضا عند محمد المهدي المجذوب حينما يقول: البنيات في ضرام الدلاليك تسترن فتنة وانبهارا، من عيون تلفت الكحل فيهن وأصغى هنيهة ثم طارا. نحن جئنا إليك يا أمها الليلة بالزين والعديل المنقع، نحن جئناك حاملين جريد النخل فألا على اخضرار ورزقا. حينما يقول محمد المهدي المجذوب بالزين، كلمة الزين هذه من فصيح اللغة العربية، وردت في شعر ابن الرقاع العاملي، وهو شاعر شامي كما تعلمون، ووردت في شعره وقال: كالزين في وجه العروس تلفعت بعد الحياء فلاعبت أرآدها. والزين هو زينة العروس، ولاحظ نحن في السودان نقولها بعفوية ونرددها: العديل والزين، إن شاء الله بالعديل والزين وهكذا. فإذا هي كلمة موغلة في الفصاحة، ومحمد المهدي المجذوب وضعها هكذا. وأذكر في هذا الباب أن محمد سعيد العباسي كما روى عنه حسن نجيلة في ذكرياته في البادية، قال إنه وجد الشاعر محمد سعيد العباسي يقف مع بنات الكبابيش في ليلة مقمرة وهن يقولن: ختات خت زيدي بكريكي بمجيدي شوفي لي حبيبي في البلد البعيد. وقال هو مباشرة نقل الكلام إلى الفصاحة فقال: عرافة العرب زيدي ومن ندايا استزيدي فكيف حال حبيب أمسى بقفر بعيد. فلاحظوا المسافة قريبة جدا بينه. وكذلك حينما نقرأ كتاب المسادير للأستاذ الدكتور سيد حامد حريز، نجد أنه يشبه المسادير بالمعلقات الجاهلية، في هناك مشابه كثيرة جدا بين المسدار وبين واسم المسدار نفسه اختلف الناس فيه، بعضهم قال هو من سدرة أي من سارة، وبعضهم وبالأخرة أخرج الأستاذ عبد المنعم عجب الفيا، هذا الرجل رجل مجتهد وناقد ممتاز، أخرج كتابا بأخرة عن أغنية الحقيبة، وفي هذا الكتاب ذكر فيه أنه يرجح أن كلمة مسدار هي من الصدر، من الصدور والورود، الصدور إلى الماء والورود. ونحن في السودان في العامية السودانية بنقول سدر، بقول لك سدري، بنقول الصاد تتحول عندنا إلى سين، ولذلك يعني هي خرجت من هنا إلى هنا. إذن لا غرابة في أن تكون هناك صلة وثيقة بين المسدار وبين الشعر العربي القديم كما ذكر ذلك الدكتور سيد حامد حريز. الأمر على هذا يوقفنا إلى أن الناس في السودان لم يجدوا صعوبة كبيرة في إنشاد الشعر العربي الفصيح، وظهر فن الإنشاد، وأقدم الأصوات التي سمعها المعاصرون خليل فرح، وعنده تسجيل في الإذاعة السودانية في قصيدة لعمر ابن أبي ربيعة وهي عبدة ما يسلى مودتك القلب. وأيضا هناك الشاعر محمد سعيد العباسي، والشاعر محمد سعيد العباسي للذين سمعوه على الرغم من أنه توفي في سنة 63، يعني الإذاعة نشأ سنة 40، ومحمد سعيد العباسي نشأ توفي سنة 63، لكن لا يوجد تسجيل لمحمد سعيد العباسي بكل أسف، وأننا أضعنا كثيرا من تراثنا بالإهمال. فمحمد سعيد العباسي لأنه يمثل رواية
أخذها عن أشياخه. وكنت سألت ذات مرة أعضاء مجمع اللغة العربية في السودان في وفيهم كبار في السن كيوسف الخليفة أبو بكر عليه رحمة الله وبعض أساتذتنا الكبار، سألتهم قلت لهم هل تعرفون رجلا أقدم من خليل فرح الذي توفي في سنة 32 ومحمد سعيد العباسي الذي توفي في سنة 63 في هذه الطريقة في الإنشاد بهذه الطريقة من الإنشاد؟ قال لي بعضهم هذا الإنشاد ما سمعناه ولكننا نعرف أن الذي هو أقدم منهما هو إبراهيم توليب، قالوا هو أقدم من هذين. إذن هذا الإنشاد تنقل عن طريق الرواية، والرواية رواية شفهية تأتي من صدور الرجال، يعني إنشاد إلى إنشاد. والدليل على ذلك أن محمد سعيد العباسي له تلاميذ تسجيلاتهم موجودة في الإذاعة السودانية، أشهرهم حامد عمر العربي، وكذلك الشيخ مصطفى طيب الأسماء. هؤلاء لهم إنشاد مشهور جدا في الإذاعة السودانية، ينشدون فيه مختارات من عيون الشعر العربي، خاصة في باب الغزل لجميل بثينة، لكثير عزة، وهكذا. إذن هذا كله يمهد. ونحن نذكر قصيدة عهد جيرون لمحمد سعيد العباسي: أرقت من طول هم بات يعروني، يثير من لاعج الذكرى فيشجوني، منيت نفسي آمالا يماطلني بها زمانيا، من حين إلى حين ألقى بصبري جسام الحادثات، ولي عزم أصد به ما قد يلاقيني، وكيف أقبل أسباب الهوان، ولي آباء صدق من الغر لميامين النازلين على حكم العلا أبدا، من زين الكون منهم أي تزييني، من كل أروع في أكتاده لبد كالليث، والليث لا يغضي على هوني، ما أنسى لا أنسى إذ جاءت تعاتبني، فتانة اللحظ ذات الحاجب النوني، يا بنت 20 والأيام مقبلة، ماذا تريدين من موعود 50، يا بنت 20 والأيام مقبلة، ماذا تريدين من موعود 50، قد كان لي قبل هذا اليوم فيك هوى أطيعه وحديث ذو أفانيني، ولامني فيك والأيام مقبلة قوم، وأحرى بهم ألا يلوموني، أزمان أمرح في برد الشباب على مراسح اللهو بين الخرد العين، والعود أخضر والأيام يانعة، وحالة الأنس تغري بي وتغريني، في ذمة الله محبوب كلفت به كالريم جيدا وكالخيروز في اللين، أفديه فاتر الحاضن وقل له أفديه، حين سعى نحوي يفديني يقول لي وهو يحكي البرق مبتسما: يا إتا يا ده وعمدا لا يسميني، يا إتا يا إتا يا ده يا أنت يا ذا. شوف المسافة قريبة جدا. إذن هذه ممهدات، وأذكر ممهدا أخيرا وهو شعر المديح النبوي الذي وصلنا من شعراء المديح الكبار. مثلا أكبر أثر في السودان لهؤلاء الكبار هو أثر الشيخ البرعي اليماني، الشيخ البرعي اليماني. وعندنا رجل من اليمن زميل، هو دكتور في الأدب العربي، جاء إلى جامعة الخرطوم لينال درجة الماجستير أول شيء، اسمه محمد صالح الريمي، جاء لينال درجة الماجستير، فأراد أن يصنع رسالة في شيء يصل بين الأدب في السودان والأدب في اليمن، فاختار البرع اليماني. ولما أراد الحصول على الفوائد الموصولة بالبرع اليماني، أولها ديوانه، وجد نسخة قديمة جدا
من ديوان البرع اليماني في مسجد توتي العتيق. مسجد توتي العتيق طبعا عمره الآن 500 عام، عمره الآن 500 عام. وجد هذه النسخة موجودة في هذا المسجد وينشد منها الناس مباشرة حتى تهرأت، يعني هم كانوا لا يعرفون قيمتها الأثرية، ينشدون منها مباشرة، يعني أتوني في الموالد يفتحون هذا الديوان ويقرؤون منه. ولما هو عرف هذه المسألة استأذننا منهم، من أعمامنا وأبائنا، وذهبنا ونسخنا منه نسخا وأودعنا نسخة في دار الوثائق، لأنها نسخة قديمة جدا عمرها مئات السنين. ولكنه لم يجد أثرا كهذا في اليمن في برعة نفسها، مما يدل على هذا الأثر. هذا الأثر هو جعل حتى الأميين يعرفون شعر المديح النبوي باللغة العربية الفصيحة. وبالمناسبة أثر هذا في الغناء، الناس كانوا قديما يعجبون إعجابا بما بوصف خليل فرح للسودان بأنه جنة بلال، وهذا طبعا وصف بديع جدا. لكن خليل فرح سبق إلى هذا، سبقه حاج الماحي. حاج الماحي ذكر جنة بلال للسودان، جنة بلال. فأثر المديح، المديح مؤثر في الغناء، ومديح الفصحى الذي كان ينشد في السودان جعل الأمر ليس غريبا أن يتغنى الناس بفرائد الفصحى. إذن ندخل في أمر الغناء باللغة العربية الفصحى. ما هي أول تجارب هذا الغناء؟ أول تجربة يمكن أن تعد هي الإنشاد الذي كان بين الغناء المموسق وبين الإلقاء، وهو قصيدة عبدة لخليل فرح. يعني أول مغني غنى بالفصحى هو خليل فرح. لاحظوا أن خليل فرح انحدر من الثقافة النوبية، وبعضهم زعم أن خليل فرح حينما جاء إلى أم درمان كان يرتضخ لكنة أعجمية، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لأن خليل فرح لما جاء إلى أم درمان أول مرة امتحن في الدوباي، في الدوبيت، وأجازوه بعد امتحان تفوق فيه، أظهر فيه براعته في الدوبيت. فالذي ينشد الدوبيت لا يمكن أن يكون لسانه نعم. وهذه النماذج موجودة التي امتحن فيها خليل فرح، إنه يأتونك بمربع وأنت تأتي بمربع. فالأمر على هذا إن خليل فرح هو أول من أنشد هذا الإنشاد العربي الفصيح عند المغنين في سياق الغناء، وهو أقدم شيء مسجل. يليه في هذا الباب زنجار، الفنان فضل المولى زروك. زنجار كما هو معروف له قصيدتان فصيحتان، أما أولاهما فهي: يا عروس الروض يا ذات الجناح، يا حمامة سافري مصحوبة عند الصباح بالسلامة، وهي لإلياس فرحات. لاحظوا، شوف ثقافة المغني السوداني، يعني يأتي بالأشياء من مكان بعيد يأتي بها، وهي في ذلك الزمان شعر زمانه، كان شعر ذاك الوقت، يعني يأتي ويغنيها. والقصيدة الأخرى هي للصاغ محمود أبي بكر، وهي إيه يا مولاي، غناها زنجار أولا قبل خضر بشير فيما بعد. ثم جاء بعد ذلك المغنون السودانيون، فتح لهم الباب، وأصبح الغناء بالفصحى شيئا مستساغا. ما من فنان سوداني إلا وله تجارب في الفصحى. ونذكر بعض الأمثلة. طبعا لما أذيع أمر هذا المنتدى وأنه في القصيدة الفصيحة في الغناء السوداني، يتصل به بعض الأصدقاء ويقول: لا تنسى أغنية كذا. طبعا كل إنسان له في ذهني. قلت له: نحن في المنتدى لا نريد أن نعدد وأن نوثق، ولكن نريد أن نناقش المسألة أو هذه التجربة نفسها في السودان. فهناك تجارب لكل الفنانين. مثلا
حسن عطية. أنا بديت بحسن عطية لأنه أقدم من أحمد المصطفى وعثمان حسين زمانا وعمرا. فحسن عطية عنده أغنية اسمها فيردالونا، وهي قصيدة لمحمد أحمد محجوب. شوف الذوق الرفيع. فيردالونا معناها باليونانية معناها القمر الأخضر، القمر الأخضر. وهذه القصيدة غناها حسن عطية. طبعا حسن عطية لا سبيل إلى أن يخطئ فيها أو أن يلحن، لأنه معه محمد أحمد محجوب وعبد الحليم محمد، وهؤلاء هم خاصته وأصدقاؤه، فغناها. أحمد المصطفى غنى وطن النجوم لإيليا أبي ماضي، وهذه كانت تجربة ناجحة جدا، وهي تدفع الإنسان بالشعور بوطنه، على الرغم من أن هي قصيدة لإيليا أبي ماضي يحن فيها إلى وطنه. نعم، في سكون الليل. نعم، في سكون الليل لمهدي الأمين، هي أيضا من تجاربي الفصحى عند أحمد المصطفى. ثم عثمان حسين غنى أغنية باللغة العربية الفصيحة، ما رأيت تجسيدا موسيقيا يجسد كلمات هذه الأغنية كاللحن الذي جاء به هذا الرجل العجيب، وهي في محراب النيل للتجاني يوسف بشير. على أنه لم يكن الوحيد الذي غنى للتجاني يوسف بشير كما تعلمون. أول من غنى للتجاني يوسف بشير هو التاج مصطفى. التاج مصطفى غنى للتجاني يوسف بشير أيها النائم في مهدي أغاني ولحني، هكذا يدفق يا ناعس في حسنك حسني، هكذا ينفذ سلطاني ويستهويك حزني، إنما أدفع عينيك بما تدفع مني. هذه القصيدة قصيدة رائعة للتجاني يوسف بشير، توقف عندها الدكتور محمد عبد الحي في كتابه الذي كتبه عن التجاني يوسف بشير، وقصيدة مهمة جدا في سياق فن التجاني يوسف بشير. غناها التاج مصطفى، والتاج مصطفى غنى موشحا مشهورا جدا كما تعلمون، أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي. هذا الموشح الناس في الإذاعة السودانية مكتوب لابن المعتز، ولكن بالتحقيق هو لابن زهر الأندلسي الطبيب، لابن زهر الأندلسي الطبيب. ففي ذاك الوقت يغنى هذا الموشح بالطريقة التي غناه بها التاج مصطفى.